السلام عليكم. اليوم في ايترونكس عندنا ماكسيما موديلات 2010 ل 2015، ركبنا عليها شاشة اندرويد 2 جي بي رام 32 جي بي ستورج اندرويد 10 مع كاميرا خلفية. طبعا الشاشة موصلة عن طريق الايو اكس مع المسجل الاصلي. طبعا معظم الاماكن يركبون الايو اكس من برا والاطفال ساعات يكسرونه، فاحنا اختصرنا هذه الشغلة وركبنا الايو اكس من ورا البورد وخلينا قطعة مخفية علشان الايو اكس لا ينكسر من الخارج، وفي نفس الوقت الصوت يكون اوضح. طبعا عندك الراديو الاصلي شغال، معلومات الراديو تبين فوق المكيف، يبين فوق معلوماته. يعني من الشاشة ما شاء الله فيها اليوتيوب، فيها كل شيء. استفساراتكم حياكم على الخاص أو الواتساب.